الخبراء الاقتصاديون دائما يرددون مسألة الاحتكار، يعني احتكار التجار. تريد حكم الاحتكار شيخنا في الشريعة الإسلامية، وما صورته أصلا؟ نعم. الاحتكار هو نفسه يعني نوعان. هو الأصل في الاحتكار إيش هو؟ هو قضية أن يشتري الإنسان سلعة معينة ثم يخفيها عنده ويجعلها عنده ويبقيها عنده حتى إذا تغيرت الأسواق وارتفعت الأسعار يعني استقبل بها السوق، عرضها. نعم. الاحتكار هذا نوعان، نوع لا يعني لا حرج فيه. نعم. ومسموح به، مباح. نعم. وهو عندما تكون البضائع معروضة بكثرة وفي متناول الناس، يعني فواحد عنده يعني أموال فيأخذ، وعنده أيضا تفكير تجاري، يأخذ مجموعة سلع فينتظر بها الأسواق فيبيعها عندما ترتفع الأسعار. هذا لا شيء فيه، وهو المسمى هذا فيه حتى زكاة خاصة، يعني قصدي حكمها خاص، يسموها زكاة المحتكر. نعم. لأنهم يقسمون التجارة الفقهاء إلى قسمين، يعني المحتكر والمدير. نعم. المحتكر هو الذي قلنا يعني يعمد إلى شراء سلع معينة، فعندما ترتفع الأسعار يعرضها للبيع فيربح. نعم. لكنه لا يطغى على السوق، ويعني كأنه يمحق السوق من هذه السلعة. نعم. هذا النوع الذي يحتكر على الناس وبالذات أقواتهم، الأشياء المطعومات وما شابهها من الأمور الضروريات. نعم. هذا ممنوع، والذي نعم. ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. نعم. وكلمة الخاطئ كلمة مهمة جدا ومؤثرة. نعم. في عند الـ 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 يعني في الشريعة. نعم. نعم. فكلمة خاطئ يعني مهمة جدا. نعم. هذا النوع ممنوع. أما إذا كان مجرد أن الله سبحانه وتعالى آتاه أموال وعرضت السلع بكثافة، وكان هو يعرف أنه في الموسم الفلاني سترتفع السلعة فأخذ منها وعرض على السوق، هذا لا بأس به، هذا هو المحتكر، التاجر المحتكر. وزكاته لعام واحد، ولو بقيت هذه السلع يعني سنوات طويلة عندما يبيعها يخرج زكاتها لعام واحد. نعم. الاحتكار الثاني، الاحتكار أن واحد آتاه الله مالا كثيرا فعمد إلى أقوات الناس وحاجاتهم الضرورية فأخذها لأنه كثير المال، بينما الناس الآخرون مثلا أموالهم قليلة فلا يأخذون إلا ما يكفيهم فترة مؤقتة. نعم. ويحتفظ بهذه السلع إلى أن ترتفع السلع الأثمان والأسعار ارتفاعا كثيرا، يبدأ في التصرف بها ويضيق على الناس في أطعمتهم وأشربتهم وغير ذلك. هذا هو الممنوع. نعم. أما الأول اللي قلنا نعم دماغ تجاري بالتعبير الحالي، نعم يحتفظ ببعض السلع حتى ترتفع الأسعار، لا شيء فيه، ويعرضها بعد ذلك. نعم. فالاحتكار احتكاران، احتكار ممنوع هذا الذي ورد فيه الحديث، واحتكار جائز وهو الذي يسميه العلماء في قضية زكاة المحتكر. نعم. يفرق بينه وبين زكاة المدير. المدير هذا عبارة عن تجارته إدارة، بمعنى يشتري السلع ويبيعها كلما واتت يوميا أو شبه، فهذا زكاة مدير يسموه. هذا يخرج زكاته في نهاية حوله، يعني يقوم بضاعته كأنه يبيعها بسعر اليوم، سعر الجملة، فيخرج الزكاة في الحول ثم لا يقربها إلى حول آخر، هذا زكاة المدير. نعم. ففهمنا إذن بإيجاز أن نعم. الاحتكار احتكاران، احتكار ممنوع ومحرم واحتكار جائز، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.